بسم الله الرحمن الرحيم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ يا رب ان شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. في المحاضرة السابقة احنا تكلمنا عن المفاهيم الأساسية الخاصة بالكمبيوتر سيكوريتي، وقلنا اكو عندنا المثلث الخاص بالسيكوريتي اللي هو يتمثل بالانتجريتي والكونفيدنشاليتي والافيلابيليتي. طبعا الداتا اند سيرفيسز الخاصة بأي سيستم نحتاج انه يكون سكيور لازم توفر به هذه الثلاث امور. تكلمنا بالبداية عن الكونفيدنشاليتي، وتكلمنا عن اهم التهديدات او المخاوف اللي تتضمن هذا المفهوم. اليوم ان شاء الله راح ناخذ مفهوم الانتجريتي او التكامل. شنو المقصود بالتكامل؟ انه اي رسالة اذا اريد اوصلها لازم تكون انه توصل بشكل سليم او توصل متكاملة، ما بها اي نقص، حتى اقول انه على سيستماتي او انه المسج وصلت متكاملة. فاذا كتعريف شنو هو الانتجريتي؟ الانتجريتي deals with prevention of unauthorized modification of intentional or accidental modification. يعني التكامل يتعامل مع منع التعديل الغير مصرح به او التعديل العرضي. شنو نقصد به التعديل العرضي؟ انه اذا كانت المسج تعرضت الى كربت اثناء النقل مالتها، فاحنا نحاول انه كل ما يكون السيستم متكامل راح يكون ايضا البيانات توصل متكامل. فاذا عندي شغلتين، لازم يكون عندي الداتا انتجريتي، يعني نفس البيانات الخاصة بالمسج او اي نقل للمعلومات تكون متكاملة، وبنفس الوقت ايضا يكون عندي السيستم انتجريتي، يعني لازم يكون النظام بشكل عام متكامل. فاذا الداتا انتجريتي assures that information and programs are changed only in a specified and authorized manner. انه لازم نتأكد انه البرامج والمعلومات تتغير فقط في النمط الاصولي او النمط الاعتيادي. ايضا عندي system integrity assures that a system performs its operations in an impair manner. انه التأكد من ان النظام يعمل في نمط غير يعني ما يتعرض الى برامج خبيثة او الى اشياء غير مرغوب فيها. زين، نجي على المفهوم الآخر اللي هو availability. availability assures that the resources that need to be accessed are accessible to authorized parties in the way they are need. يعني هنا عندنا availability أو التوفر. يعني شنو التوفر؟ إنه السيستم يكون موجود، شو وقت ما احتاجه يكون موجود. شو يوفر لي؟ يؤكد التوفر على انه الموارد اللي تحتاجها او اللي يحتاجها الاطراف اللي مشاركين بالسيستم انه تكون موجودة، اللي تحتاج الى الوصول اليها من قبل الاطراف المرخص لها بالطرق المطلوبة. يعني انه يكون الاشخاص اللي بداخل السيستم كل واحد ياخذ المعلومات اللي يحتاجها لكن بالطرق المطلوبة، انه ما يتجاوز الصلاحيات اللي منوحة له. ايضا availability is a natural result of the other two concepts اللي هي confidentiality and integrity. المفهومين اللي حكيناهم، التوفر هو طبيعة لهذين المفهومين. يعني اذا انا توفرت لي السرية وتوفرت لي التكامل، فإذا أي رسالة راح أجلسها راح تكون موجودة، راح تكون available. فإذا هو يعني النتيجة النهائية للمصطلحين هذول. أوكي، زين، نجي على الأوثنتيكيشن. شنو اللي نقصده بالأوثنتيكيشن؟ is the process by which the information system assures that you are who you say you are. يعني الاوثنتيكيشن
هي المصادقة، يعني هي أنه عملية التأكد أو المصادقة، أنه أتأكد من هوية الشخص. هي العملية التي يضمن بها النظام المعلومات أنك أنت اللي تتكلم، يعني أنت الشخص المطلوب أو الشخص المعني. Who you prove your identity is authentic، أنه أنت توثق أو تأكد هويتك. Methods of performing authentication are، عندنا أكثر من طريقة حتى نقدر نثبت بيها هوية المستخدمين. منها طبعا هذا اللي أطلبه هو فقط يعني رؤوس الأقلام، ما أحتاج كل الشرح. ادي اليوزر اي دي اند باسورد، طبعا انتو حاليا كل واحد عنده ايميل، بالتالي عند كل واحد عنده يوزر نيم او عنده باسورد. هذا ايضا احد اهم العناصر الخاصة ب الاوثنتيكيشن او المصادقة، حتى اعرف هوية الشخص. مثل ما اكو عندنا بالفيسبوك، كل شخص عنده صورته، عنده ايميله، اسمه. فهذه طرق خاصة بالمصادقة او الاوثنتيكيشن. عندنا السويب كارد، يعني هذه الكارتات اللي هي تكون ممغنطة، أحيانا تستخدم لفتح الأبواب وغيرها. عندنا الديجيتال سيرتيفيكيت، يعني يكون إنه عندنا مثلا الوثائق، حتى نقدر إنه يعني نأكد صحتها، نعطيه فد رمز تسلسلي أو فد رمز إلكتروني، إذا شايفيها تصير على شكل مربعات وغيرها. عندنا الكي فوب، هذا جهاز صغير دائما ينطيني باسورد عشوائي في كل مرة، حتى يقدر إنه يأمن النظام أو المين كمبيوتر بالنظام. عندنا البايومتريك، البايومتريكس اللي هي نقدر نستخدم مثلا الفينجر برينت، اللي هي بصمة الأصبع، بصمة العين، يعني أي وظيفة من وظائف الجسم الحيوية نقدر نستخدمها كمقاييس للمصادقة، لأنه أكيد هذه النمرة راح تتكرر لأكثر من شخص، راح تكون كل شخص له يعني البصمة الخاصة به. For a very secure environment، حتى نحصل على بيئة آمنة جدا، it is also possible to combine several of these options، بالإمكان أنه إحنا نجمع أكثر من موضوع مما ذكر في أعلاه، حتى نقدر نحصل على نظام secure. مثلا أنه having fingerprint identification along with user ID and كي فوب، مثلا انه يكون بالاضافة الى الكارتات، اقدر استخدم يوزر اي دي، ايضا استخدم فينجر برينت او بصمة الاصبع. هذه كلها حتى تقدر انه تسوي اكسس للنظام، وبالتالي انه راح تكون عندي سيستم سيكيور. نجي على الاكاونتابلتي او النون ريبيوتيشن. انا هسه عندي المسج مثلا انه تمت ارسالها وعلى حسب الاصول وما بها اي اشكال، بها توفر وبها تكامل وكل شيء. نجي هسه على مرحلة انه اثناء التسليم، ايش راح يصير؟ حيصير عندي المفروض الشخص المستلم يكون نون ريبيوديشن. شنو نون ريبيوديشن؟ يعني انه ما يكون اكو انكار من الجهة المرسلة او المستلمة. والاكاونتابيلتي اللي هي تكون المفروض اكو عندي مساءلة. شنو المساءلة؟ يعني اكو عندي قانون يحمي البيانات او المعلومات اللي راح تتناقل. The security goal that generates the environment requirement for actions of any entity to be traced uniquely to that entity. يعني انه جدا ضروري انه انا احمي كل الحركات او التحركات اللي تصير داخل المؤسسة، الانتيتي المقصود بها المكون او المؤسسة،
ونحدد شنو هاي التحركات ويتم تتبعها. هذا ايش راح يوفر لي اذا تم تتبعها؟ This supports non-repudiation، انه راح يسوي لي عدم انكار، يعني انه انا مثلا رسالة طلعت من سيف الى محمد مثلا، المفروض انه انا من اقول الرسالة تحركت من هذا المكان الى هذا المكان اكو تتبع عليها صار، فبالتالي انه اذا صار اكو مشكلة محمد ما يقدر ينكر ولا سيف يقدر ينكر. ايضا عندنا راح يكون deterrence اللي هو الردع، اخاف انه اكو شخص يحاول انه يسوي في التلاعب داخل النظام، هذا التتبع راح يخليني انه ما انطي مجال انه حتى يتجاوز او يحاول انه ياخذ صلاحيات اكثر من الممنوح عليه. fault isolation عزل الخطأ، يعني اذا انا اتبعت مكان دا ادز له رسائل ما توصل، ادز له رسائل ما توصل، بالتالي اكو عندي فد مشكلة بهذا بهاي النقطة او بهذا البوينت اللي موجود داخل السيستم، فبالتالي انه اعرف هذا الخطأ وين واعزله. ايضا ان الانتروجن ديتكشن، اكتشاف المتسببين الى داخل النظام، انه اللي يحاولون يخترقون النظام. اند بريفنشن، ونمنعهم من الدخول الى النظام. and after action recovery and legal action، هنا هذا الاكشن اللي راح يصير نقدر راح انه نكتشفه، وايضا نكتشفه بالشكل القانوني. because truly secure systems are not yet an achievable goal، هنا عندنا الانظمه اللي نسميها السكيور او الامنه، طبعا هي مو فقط هذا اللي تريد توصل له. we must be able to trace a security breach to a responsible party، يعني انه هنا تكون حتى ننطي سمعه لاي مكون او اي مؤسسه، لازم انه تكون بها مواصفات السكيور سيستم، وتكون بها كافة المتطلبات اللي الشخص الأشخاص اللي راح يستخدمون النظام تخليهم انه مطمئنين لاستخدام هذا النظام. Systems must keep records of their activities to permit later forensic analysis to trace security breaches or to aid in transaction disputes. هنا الهدف من الهدف الأمني هو انه توليد متطلبات او انه نسجل على كل تحركات الاشخاص اللي موجودين داخل النظام، حتى انه ايضا نوفر بيانات تحليلية، وبنفس الوقت انه في حالة اذا كان اشكال معين نرجع الى هذه السجلات او اذا الى هذه الريكورد حتى نقدر نتبع المشاكل. طبعا على المحاضرة القادمة إن شاء الله راح ناخذ موضوع السكيورتي أتاك، وأتمنى أنه تطلعون على المحاضرات بشكل تفصيلي، المحاضرة الأولى والثانية، وأي سؤال عندكم أنا حاضر. شكرا جزيلا.